اللقاء جرى في غياب الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على فريق مولودية العلمة وفي أجواء باردة جدا. شوط المباراة الأول لم نشاهد فيه إلا محاولتين لصالح أصحاب الأرض. الأولى كانت هذه التسديدة من جنينة ياسين وكرته كانت خارج إطار مرمى صفيون أحمد، أما الثانية فقد جاء على إثرها الهدف الأول لصالح مولودية العلمة، فتحة من دوسن لياس وبربش برأسية محكمة يسجل أول هدف، وكان ذلك في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول. المرحلة الثانية لم تختلف كثيرا عن الأولى، محاولة أولى لصالح مولودية العلمة، عمل هجومي ورأسية جنينة فوق مرمى الزوار. نلعب الدقيقة 80، مولودية العلمة يحاول إضافة هدف الأمان والإطمئنان عن طريق كل من جنينة واللاعب دوسن، هذا الأخير يعرقل، إنها ضربة الجزاء يقول حكم المباراة. كفي مخلوف يتولى التنفيذ وينجح في إضافة الهدف الثاني ليعلن حكم المباراة انتهاء هذا اللقاء بتفوق مولودية العلمة على نتيجة هدفين مقابل. إذن مولودية العلمة فازت، اعتلت الريادة.